الرئيس السيسي قال أيضا إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعده يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن. وأضاف الرئيس أن الشعب المصري قطع شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة. إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعده حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا ان ننتبه بكل طاقاتنا الى اننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر احد وقد قطعنا شوطا كبيرا في فتره زمنيه وجيزه مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين اننا نتحدى انفسنا ومدركين اننا نتحدى انفسنا قبل اي شيء اخر، وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر، الذي تزيده جسامه التحديات صلابه وقوه.